خرج الأدباء إلى الشارع أخيراً بعد أن تمادت أعمال السطو على مقرهم الرسمي ونفذوا أول وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الأمن في خور مكسر عدن ووجهوا عدة رسائل غاضبة. باختصار شديد، مقر اتحاد الأدباء والكتاب في ساحل أبين تم السطو عليه من قبل عصابة استمرعت عمل الإفساد في الأرض والتقطع والحرابة كما حدث في أماكن أخرى. الأدباء لن يسكتوا، سيتضمن معهم كل الناس، واتحادات الأدباء والكتاب في الدول العربية وغيرها سوف تتضامن. الحضور القليل لا يثني عن الاستمرار في التصعيد بحسب الشاعر عمرو الإرياني القيادي في الاتحاد، وهو يدعو لمزيد من التضامن المجتمعي. نتمنى يكون التضامن أكثر من اليوم، كان العدد لا بأس به، صحيح نوعي لكن العدد قليل، لكنها هي البداية، والبداية هي دعوة، ونحن من هذا من قناتكم اليوم من هذه اللحظة نقولها، ومن جنب الأمن العام نقول إنه معانا أيضا تصعيد يوم غد، ونتمنى الحضور يكون أكثر وأكثر، لأنه هذه القضية ليست قضية الأدباء فقط، هي قضية الرأي العام، قضية المجتمع. هذا هو المقر التاريخي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين الذي بني على ساحل أبين في مطلع الثمانينيات، ويبدو عليه آثار التدمير من قصف طيران التحالف إبان اجتياح ميليشيا الحوثي والمخلوع لعدن، ويكمن فيه مسلحون تابعون لنافذين وبتواطؤ من الأجهزة الأمنية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.